مضادات الأجسام ثنائية الخصوصية. يتم تصنيع الجسم المضاد ثنائي الخصوصية في المختبر. إنه نوع من الارتباط بجانبين. سيرتبط أحد الجانبين بالخلية السرطانية والآخر بالخلية القاتلة. وبالتالي فإن هذا الارتباط سيجعل من الممكن إطلاق إجراءات للقضاء على الخلايا السرطانية، مثل استدعاء الخلايا القاتلة الأخرى وإطلاق منتج يقتل الخلية السرطانية. تعطي هذه التقنية نتائج جيدة لبعض أنواع سرطان الدم، ويجري البحث في مجموعات مختلفة من نقاط التعلق. Thank you.